إذا كان الخط جيداً حسناً بعث على قراءة ما أودع فيه، وإن كان قليل الفائدة أو ركيكاً قبيحاً صرفه عن التأمل في مضمونه، وإن كان جليل الفائدة. أستاذ أحمد مرحبا. ميت مرحبا. كيف الحال؟ هلا. أنت كل يوم زورك بالمرسم بنلاقي عندك أدوات حياك الله بأي وقت جديدة. حياك الله بأي وقت. إجباري هاي تكملة الأدوات، هذول لوازم مهمة وبالذات المناضد للكتابة. شو أهمية خط الرقعة حتى تبلش فيه مع الطلاب اليوم؟ خط الرقعة بالبداية هو مهم لأنه اليوم هذول الطلاب ما هم متقدمين تأخذون نوع معين، اليوم احنا بدنا نعلمهم، هم جايين كمتعلمين، فاليوم انا اجباري بدي اعطيهم الاساس اللي هو خط الرقعة لانه ممكن يحدد لي بعدين اي نوع من الخطوط اللي ممكن يكون بالتسلسل بعد خط الرقعة، هل هم قادرين انه يستمرون بهذا الفن او هم راح يوقفون عند حد انه هو يكون طالب ما يتعلم. هاي اشياء تاخذ وقت طويل بالشرح. الله يعطيك العافية أستاذ أحمد. تسلمين. خليك تكفي تحضيراتك. ميت أهلين. ونشوفك بعد الدرس. إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. شلون التدريبات؟ جيدة؟ جيدة إن شاء الله. حد جرب اشتغل بالحبر بالوراق؟ أكيد أكيد. التدريب الأول إن شاء الله أتمينا إن شاء الله. طيب كله خير. احنا قلنا انه احنا راح نبلش بخط الرقعة. حاول حدا يتصفح شو ممكن يكون خط الرقعة، ايش من هم اللي ابتكروا، من هم اللي وجدوا، من هم اللي وضعوا له قواعد. هاي النقطة طبعاً اللي احنا بلشنا بيها، وهاي النقطتين خلينا نقول، وهاي اللي هي ثلاث نقاط. تمام؟ دائماً امسحوا القلم أو القصب لما تنتهون من كتابة أي شيء. لاحظتم شلون كتبت الحروف يا شباب؟ تقصد استرجاع الزوايا؟ النقطة والنقطتين أنا منين بلشتوا أو منين بدأتوا؟ طيب انتم اذا تلاحظون انه انا بدات بكتابه النقطه من اليسار الى اليمين الى اليمين، ومن من الاعلى الى الاسفل. تمام، هاي بالنسبه للنقطه. طبعا هاي حدود النقطه، وهذا القلم اللي انا مثلا مسكته، هاي زاويته. لاحظوا هاي هي زاويه القلم، يعني القطعه او القطه تبع القلم تقريبا هي نقول بما يعادل زاوية 45. بينما أنا كتبت النقطتين وأخذت سير القلم من اليمين إلى اليسار بحركة واحدة. هون إذن أنا كتبت بحركة واحدة. تمام؟ تمام؟ وهون أنا كتبت بحركة واحدة من اليمين إلى اليسار. ما جيت أنا من اليسار إلى اليمين. هون تكون خاطئة. لأنه أحيانا لما نكتب الحروف والكلمات احنا نبدا بالكتابه من السحب الى الدفش. تمام، يعني انا بدات بالكتابه هون قام اسحب. تمام، هذا السحب لما توصل مثلا ممكن لوسط الكلمه او لا اكثر من وسط الكلمه، احنا هون جينا بالدفش.
تمام؟ يعني احيانا هاي الزاويه تلاحظون انه ممكن تكون بهاي الطريقه، تمام؟ فانا قام اكتب ادفش. طيب وصلت لمرحله اختلف مسار ايدي، فجيت للدفش تكمل او تامد ان كانه مثلا بهذا الخط او غير خط، تمام؟ واضح. طيب بالنسبه للثلاث نقاط، بناس تكتبها بحركه واحده، بناس تكتبها ممكن بحركتين. الحركه الواحده اللي ممكن يكون طالع وهذا السهم يوضح، تمام؟ من هون لهون نقول واحد، وممكن بناس تجي لهون توقف وقفه بسيطه وترجع تنزل بالزاويه. خط الرقعة بالنسبة لي ما بعرف، حسيته بالدروس النظري أول ما بلشنا كتير، ما بعرف، حسيت الموضوع ناشف فما كتير تفاعلت معه. المشتركين ما كانوا متفاعلين مع معلومات خط الرقعة لأنه المشتركين جداد على برنامج الخط اللي بدهم يتعلموه، هنن ما نوع متفاعلين مع المعلومات لأنه هنن ما سبق وأخذوا هاي المعلومات من قبل، فبدهم يفكروا فيها بعدين ممكن يواجهوا أسئلة، ممكن ما فيهم يواجهوا أسئلة بأول حديث عن خط الرقعة. الخطوط أحيانا تكون منسطح ومنكب ومستلقي، بس ممكن تكون واضحة بخطوط أخرى بها أحرف أكبر من حجم أحرف خط الرقعة، لأنه أحرف خط الرقعة بمقاسات صغيرة وهي سهلة ومرونة. وأيضا ممكن نشرح، لما نريد نشرح حرف ممكن نقول إنه هذا مثلا بهاي الطريقة، تمام؟ تمام. النقطة والنقطتين والثلاثة صارت واضحة تقريبا بشكل تقريبي لكم؟ بيحولها أي سؤال؟ واضح. مع أنه بنبلش بالخط بالنقطة والنقطتين والثلاثة، بس ما فينا نجيدها من أول مرة، وبنبلش نكتشف أنه إيه، مع أنه هي شكلها مجرد نقطة بس إحنا ما قدرانين نوصلها بالشكل الصح. شباب، حرف الألف راح يكون وزنه ثلاث نقاط. ببعض الخطاطين يكتبون الثلاث نقاط أولاً بوسيلة الإيضاح اللي هي هاي، واحد، اثنين، تمام، ثلاثة. أوكي؟ هذا حرف الألف. تمام؟ تمام. واضح أكثر؟ واضح. واضح. أوكي. ملاحظين ميلان بحرف الألف شوي؟ لأي اتجاه؟ طيب أنا راح أحط السطر، ها لاحظوا هون. طيب إذا نقول هذا وسط الورقة أو السطر، إذا نأخذه من هون لهون، هون بمسافة نقدر نقول ربع نقطة أو أكثر من ربع نقطة، ما بخلاف حولها، ولكن هو ميل لليسرى شوي. نقطة ثانية لازم تكون واضحة شباب، هذا الألف ما هو مستوي 100% مثل ما نحط مسطرة ونكتب، لذلك الخط يكون جميل. الخط يكون جميل لأنه أنت ما قام تتكلف به، قام تحاول تتمرن عليه يكون شكل جميل أو تنجح الحروف به، بس بدون تكلف أنه يكون يابس، مثل لو كان صارت خطوط الكمبيوتر هي الجميل، بس ما ممكن يكون بها روح أو نفس، وهذا هو اللي يخلي الخط أو الخط العربي له رونق غريب وإحساس غريب. في أي تعليق على حرف الألف؟ واضح، واضح. بالنسبة لي واضح، ما أعرف. طيب أي متدرب في بتكون عنده رهبة باللقاء الأول، باليوم الأول، بيوم العمل الأول، فبده وقت لينكسر الحاجز اللي بينه وبين الأستاذ، اللي بينه وبين المتسابقين الثانيين. شباب، هذا الباء الثاني طبعا احنا ضمن الأحرف المفردة، تمام؟ بمقدار النقطة تقريبا. يهمنا عملية الوصل، احنا تكلمنا عليها، ولاحظوا انا قام اكتب بحجم كبير، تمام؟ اوكي. طبعا لكل حرف ثقل، ونقطة الثقل هي آخر نقطة بالنزول ببداية الصعود، يعني ثقل حرف الباء بهاي المنطقة هون، احنا نازلين، تمام؟ هون بدأنا نصعد، فهون مثلا ثقل الحرف. عند تشريح الحروف تسهل المعلومات النظرية،
ومن يتقن حرف الباء فقد أتقن حرف الفاء على سبيل المثال. ويبدأ حرف الحاء بنقطة ولكن بزاوية مختلفة تصعد من الأسفل إلى الأعلى، ومن ثم تمتد إلى اليمين بمقدار نقطتين، ومن ثم النزول لإكمال الحرف. وفي تشريح حرف الحاء يمكن الانتباه إلى أن الحركة الأولى والثانية من الحرف هي حرف الدال ولكن بشكل مقلوب، وقاعدة كتابة حرف الحاء هي ذاتها لحرفي الجيم والخاء. وأما حرف الدال فيعد من أسهل الحروف ومقاسه نقطتان، ويتم كتابة الحرف بحركتين ولكن الحركة الأولى فيها انحناءة بسيطة، وعند تشريح حرف الدال يتبين أنه عبارة عن نقطة زائد نقطتين. كما هي العادة مع أحمد الضلي ومعلوماته الوفيرة والمشوقة، لابد لنا من فاصل قصير نواصل بعده حروفيات. الدرس مستمر والمنافسة بدأت، دعونا نتابع أجواء هذه المنافسة مع تلاميذ. شباب، هذا الانحناء مطلوب منا لأنه هذا الإحساس اللي احنا تكلمنا عنه، يعني هذا ما يجي خط عدل. طبعا المسافة من هون لهون أنا وضحتوها بس بسرعة، ومن هون لهون هي نقطة، واحد نقطة هون واحد نقطة هون، هاي المسافة اللي هي من هون هي نقطتين. يعني إذا نجي نشرح هذا الحرف هي نقطة اللي كتبناها بالبداية زائد نقطتين، فهذا الحرف دال زائد ذال. في أي استفسار لهون؟ واضح واضح. أوكي، أنا راح أترككم تتمرنون على اللي أخذناه وأروح أتصفح بعض الأشياء اللي بدي أتكلم عنها ممكن بعدين. والله كراسات الخط عجبتك، معناته طبعا لازم تكوني مع الطلاب. أنا مركزة معكم اليوم، درسكم كان دسم. يعني أنت خايفة تشوشينهم ما تجين بهذاك الاتجاه؟ أتابع يعني من بس بعيد. بس متابعة. أي؟ يعني أجهز القصبة أنا مشان تكتبين؟ تمرني بالبيت ما في مشكلة. ممكن. طيب. كيف الأجواء؟ كيف كان الدرس نظري؟ لازم يتهيئون للعملي، فأنا قام أجهز كل الأمور. يعني بلشنا بس لسه المقاييس ما هي واضحة إلي يعني حولهم. يعني مدى الاستيعاب، منو ممكن تكون عنده دقة تصوير أعلى، فقام أشوف منو قادر على إعادة المعلومات اللي أنا أعطيتوها. قام أفكر أني أعطي شيء خطأ عملي، يعني أنا أكتب شيء خطأ عملي حتى هم بدي أعرف يعني النسبة التلقي وين راح تكون. متوقع انه خط الرقعة صعب عليهم حيكون هالمرة؟ لا ما اعتقد، بس بمعنى احنا اختارينا الاسهل عشان تتمرن ايدهم على شيء غريب، الادوات هاي غريبة عليهم، يعني مو قلم الكتابة العادي اللي احنا نستخدمه بالصف الدراسي. في اليوم اداة مقطوعة بميلان معين، حبر، دوات، هاي ما هي موجودة. احنا قام نستخدم الاشياء السريعة دائما، فاليوم رجعنا على الاشياء اللي هي شبه بدائية. اشوف ممكن ايش يصير نرجع. شكرا احمد، موفق. جميل كتابة جميلة، الله يعطيكم العافية. بداية جميل بجرأة جيدة. شباب انا وضحت انه موضوع الكراس او احيانا لانه الكراسات ممكن تكون بوقت زمني قديم ما تكون مطبوعة مثلاً ملون بدقة عالية، مثل هذا الكراس نأسف ما هو موجود إلا أبيض وأسود، ولو أنه موجود على مثلاً ممكن يكون موجود منه على الإنترنت بس ما في إلا بهاي الطريقة ممكن نسحبها أو نوجدها. فهاي الكراس للأستاذ محمد عزت هو خطاط تركي، بس ممكن نحصل على كراس ملون للأستاذ ونقدر نقول ونسميه عميد الخط بالعراق وبغداد، هو الأستاذ هاشم محمد الخطاط المعروف بالبغدادي.
معناته انه هاي جزء من هاي الحروف راح يكون على السطر، بس انت ممكن تكون غابت عنك هاي انشغلت انها الرسمة قام تنشغل بالحروف لانك قام تكتب لاول وقت او اول وهلة، فبي عندك احساس انه انا اريد اصنع الحرف او انتج الحرف او امشق الحرف، بس قام تروح بعض الملاحظات اللي انا قام اعطيها هاي لازم ترجع خليها بذاكرتك، بس مع الاصلاح او التعديلات اللي نعملها راح تواظب عليها. مهند انا ما طلبت تصل لحرف السين ولا تصل اي حرف، شاغبت يعني استاذ بالموضوع، انا بدي المعلومه اللي اعطيك اياها تنفذها بدقه. لما سالنا الاستاذ سالني الي خصوصا قال لي ليش متجاوز وكاتب احرف زياده، فحبيت انطي روح اكثر للورق، هي الروح واحده في الجسد، ما زالت تحب تنطي الجميل تنطي الجميل هنا وتنطي الجميل هنا وخلص، انا اقتنعت انه اضيف شيء كان بالنسبه للتصرف داخل الصف او بالنسبه للكتابه داخل الورق. النقطه مهند كالآتي اللي هي هون، وضحت أن النقطة بخط الرقعة ما تأخذ الشكل التربيع للزاوية من القلم من الجهتين، يعني هي أقل. تمام؟ هي بنسبة أقل. تمام؟ على موجبها إحنا نوزن الحروف. طيب هذا السطر اللي هو موجود عندك حاليا أنا راح أحط سطر ثاني وهمي باللون الأحمر وأكتب لك النقطة والنقطتين والثلاثة مثل ما أنت كتبت، هاي النقطة هاي النقطتين. لاحظ حتى لما أنا أكتب النقطتين هي ما هي جاية بموازية للسطر، هي مرتفعة عن السطر، لأنه الكتابة أو كتابة حروف الرقعة لاحظ هي بميلان من الأعلى إلى الأسفل. تمام؟ ما بي شيء يكون باستقامات ثابتة للمسطر. الحروف بخط الرقعة تكون تبلش أحياناً أعلى من مستوى السطر وترتكز للسطر، يعني تكون الحروف بهذا الشكل. لحظة لو سمحت شباب، هاي نقطة مهمة، هذا السطر عندنا تكون الحروف بهاي الطريقة، الحروف نازلة بهاي الطريقة مرتفعة من البداية مرتكزة على قاعة السطر. لما يكون في كتابة في قلم في تمرين في وظيفة يختلف الأداء، ممكن في ناس تكون مملة انه يعني انا بفكرة انه انا جاي اتعلم فن، فممكن هذا الفن ما يحتاج إلى وظيفة يعطيني إياها الأستاذ أقوم بها بالبيت. أحياناً بجزء كثير من الناس تبعد عن الوظائف المدرسية فهي صفت مثل الوظيفة المدرسية، بينما الأدوات أو الأشياء اللي شرحناها حول الورق حول القصب ممكن أنت قام تأدي نقل صورة أنه هو قام يتمتع بشيء بعيد عن الدراسة. هم لحد هاي اللحظة ما يعتبروا أن هاي الأشياء من منهج دراسة فن الخط مثلاً، يعني فيحتاجون وقت للتقييم. طبعاً إيصال المعلومات النظرية يختلف عن العملية، فأنا قام أحاول أني أوصل المعلومات النظرية والعملية بأسهل طريقة، على الرغم من أنه أنا ممكن كثفت عليهم بالمعلومات، ممكن ما هو مو كل المعلومات اللي أنا وصلت لهم إياها ممكن يكونوا فهموها. شباب الله يعطيكم العافية، سلمة لكل واحد منكم باللي كتبوا. بس راح أوضح نقطة منه كان عنده أقولها بصيغة فنية، يعني دقة تصوير أو حفظ للحروف أو أدائها بشكل أدق من الثاني. بالدرجة الأولى كان محمود مؤدي أداء أفضل من دانا ومهند، هذا ما يوحي انه مثلا انه انتم ما ممكن تأدون اداء افضل، لا، بس يحتاج الموضوع ممكن لتركيز اكثر لمرونة اكثر باستخدام القلم. طبعا يجي بعدين مهند بمرحلة او ترتيب ثاني ودانا بترتيب ثالث. بأول تقييم إلي طلعت الثالثة، ما كتير همني الموضوع لانه كنت عم حاول انه خط بقلم جديد ماني ماسكته من قبل، ولو انه كان محمود نازل تحت السطير، بس الاستاذ لفته طريقة رسم الحرف لمحمود، وهذا الشيء جيد بالنسبة لمحمود لانه محمود بالاصل هو رسام،
فيقدر يرسم الحرف حتى إن اختلت عنده القواعد. وبالعكس هذا يعني كان أنا بالنسبة إلي دافع أكثر، لأن محمود أصغر مني سناً وما شاء الله عليه متمرن على هذه الشغلات، فكان بالعكس شيء مفرح. أنا وضحت المعلومات حول الحروف اللي أخذناها وعملنا عليها إصلاح، تمام؟ أتمنى إنه بالبيت تتمرنون وأقلها تأتوني يعني بالدرس القادم بسطر واحد يكون مضاف له الهمزة التنوين المد، لأنه هي بسيطة جدا حكم إنه يعني بلشت إيدكم تأخذ على خلينا نقول أدوات غريبة أو أدوات جديدة علينا. بشكل عام أنتم جيدين وراح تكون إن شاء الله بنتائج. تمرنوا بالبيت، حاولوا تتذكروا المعلومات اللي أنا أعطيتها، لأنه إذا لاحظتوا أن المعلومات أنتم أهملتمها راح أكون قاسي شوي، يعني قاسي أنه أنا ما أريد تنسون، لأنه هاي المعلومات مو بكل وقت ممكن حدا يعيدها، فهي راح ترسخ بالتمرين اللي أنتم تكتبونه والإصلاح اللي إحنا نعمله. ممكن تتفضلون تا ما تتأخرون إن شاء الله. تأخذون محابركم دفاتركم إن شاء الله. أقلامكم تظل معاكم مشان تتمرنون بالبيت، وأشوفكم بخير إن شاء الدرس القادم. لساكي أنتي والكراس؟ ما زالني وفية. لا هاي من أميز الكراسات لمحمد شوقي، طبعة أرسكة، محظوظين بيها. أي والله. كيف اليوم كان الدرس عن الأحرف المفردة؟ تعاملوا اليوم مع قصبات؟ يمكن في طلاب منهم تعاملوا لأول مرة مع القصب. بغرابة بس يعني بغرابة بينهم وبين القصب أو بين الأدوات، بس مو كثير يعني قام يتأقلمون، وهذا شيء حيل يعطيني حافز أني أعطي أكثر، بس الوقت ما قام يساعد بي، معلومات ما قام أقدر أعطيهم إياها. كيف استجابوا لهي هذا الواجب تبع الأحرف المفردة؟ ما يعني تقريبا فعليا هم يعني هاي الأحرف، الأحرف الكتابية العادية بخط الرقعة هم تعاملوا معها بالمدرسة بس بطريقة مختلفة. يعني ما في سماكة أو كثافة للحرف، فهو خط رفيع. اليوم قام ممكن توضح لهم صورة إنه شلون ممكن تكون الحروف بشكل أدق بأداة مختلفة، فيعني يحتاجون شوي وقت يتأقلمون، أعتقد يعني عندهم حافز إنهم يتعلمون، فإن شاء الله يكونون جيدين إن شاء الله. أنت قلت إنه ما كان عندك وقت بالحلقة حتى تعطي المشاهدين معلومات أكثر. صحيح. ونصائح أوفر مثل ما عودتنا، ياريت لو تعطينا إضافات أحمد. طبعاً بالنسبة لخط الرقعة إحنا تكلمنا حول مدرستين، بس الكلام ما هو وافي. المدرستين هي للأستاذ محمد عزت ونقصد بها المدرسة التركية، والمدرسة الأخرى طبعاً المدرسة التركية هي الأساس بخط الرقعة، والمدرسة الثانية اللي أنا قام أحاول أوصل الحروف اللي هي موجودة بها هي المدرسة البغدادية اللي أخص بها الأستاذ هاشم محمد البغدادي عميد الخط العربي. طبعاً أستاذ هاشم وافي بالكراس بشكل واضح أبسط من اللي موجود بالكراس التركي، فلذلك أنا قام أحاول أعطي مبدئياً الحروف اللي موجودة بكراسة أستاذ هاشم بحكم أنها أخف نقدر نقول الحركات الفنية اللي هي موجودة بكراسة محمد عزت، لأنه هم مبتدئين بالبداية، بس للأخوة اللي راغبين لأنه توصلهم معلومات أكثر، كراسة محمد عزت بها كم وافي كبير من الحركات اللي ممكن احنا حسب ما تكلمنا عن خط الرقعة انه هي اقل بكراسة هاشم، بحركات فنية كثيرة بكراسة محمد عزت، على الرغم من انه دائما الناس تعتقد انه خط الرقعة ما بي بعض الحركات الفنية او الجمالية اللي تضيف عليه رونق اكثر. نصائح غنية ومعلومات ثرية عودتنا عليها دائما احمد، شكرا لك. سلمين. كان هذا كل ما لدينا هذا الأسبوع مشاهدينا في حروفيات، لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.